بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الفيديو رقم 3، واللي هنتكلم في الفيديو النهاردة إن شاء الله عن برنت. وإيه هي برنت؟ بتعمل إيه؟ كنا عملنا فيها بيها بالفيديو اللي فات، كنا طمعنا قلنا إن في حاجة اسمها كار سبيد، وإدينا كار سبيد ديت فاليو قلنا إيكوال 100 مثلا. يبقى أنا كده عملت ديكلاريشن لفاريبل جديد اسمه كار سبيد، وإديته فاليو ب 100، معناها كده إن كار سبيد دلوقتي إنتجر وبيساوي 100. وكنت حبيت ان انا اطبع كار سبيد ده على الكونسول اللي هي هنا، فقلت له برنت كار سبيد. كار سبيد دي او برنت دي يا جدعان يعني هي تقريبا الشغل كله بتاع البايثون، بطبع بيها على الكونسول كل حاجه، بطبع بيها كلام، بطبع بيها فاريبل، بطبع بيها قيم، اي حاجه. يعني مثلا لو عملت ران دلوقتي فيطبع لي 100 على الشاشه، سيبك من الكلام الاولاني دوت، بس هو بيطبع 100 على الشاشه، ده كلام ديفولت كده بيتحط علشان يعني كبدايه البروجكت بتاعك. طب انا لو عايز اطبع 100 من غير كار سبيد، ممكن برضه تطبع 100 من غير كار سبيد عادي. لو عايز اطبع 100 اي حاجه تطبع اي حاجه عادي. ده كده بالنسبه للبرنت. هل كده خلاص يتخلص يعني يختلط يعني يخلص دور البرنت في الموضوع ده؟ لا طبعا. البرنت طبعا انا حبيت دلوقتي، انا دلوقتي ده كله بطبع ارقام. دلوقتي انا لو حبيت اطبع كلمات، اولا ما ينفعش لما اجي اطبع كلمات اقول له كده اطبع لي الكلام ده يا عم الحاج، هيقول لك يا عم الحاج ده ايرور، ايه الكلام ده انا معرفوش، لانه بالنسبه له الكلام ده كده فاريبل، اكنه زي كار سبيد بالظبط. فاصلا الكلام ده مش موجود، مش عامل له ديكلاريشن، معناها كده هيقول لك ايرور، انا معرفش حاجه بالكلام دوت. علشان اقدر اقول له ان انا الحاجة اللي أنا هكتبها دي كلام، يعني حاجة هطبعها على الشاشة، مش لازم إن أنت تعرفها، مش لازم تعرف موجود فيها إيه، مش لازم تكون مش لازم تكون فاريبل بمعنى أصح. لازم أكتب له الكلام ده ما بين سنجل كوتيشن كده، وأكتب له هالو وورلد مثلا. فمعناها كده بقول له إيه؟ بقول له إن الكلام أو هالو وورلد دي مش فاريبل. طبعا يا جماعة إحنا نسينا نقول في الفيديو اللي فات إن الفاريبل ما ينفعش تسميه كده، ما ينفعش تحط في الـ variable space. تمام، كلام جميل. يبقى دلوقتي انا لو طبعت عرفنا دلوقتي ان انا لو عايز اعمل hello world او اطبع كلام على الشاشه لازم نحط الكلام دوت ما بين single quotations، وطبعا هستخدم print، لان احنا قلنا ان print اساسا هي الاساس في طباعه كل حاجه على الكونسول. دلوقتي انا لو عملت run هتلاقيه طبع لك فعلا hello world على الشاشه. طيب لو انا عايز اطبع حروف بعد كده كلام، يعني حروف بعد كده كلام، لو حبينا مثلا نعمل 100، لو عايز اطبع 100 مثلا بعد كده اقول له هالو ورلد، ممكن طريقتين بسيط قوي، تقول له 100 هنا وبعد كده تقول له هالو ورلد، مش هيفرق اي حاجه، هو نفس الكلام برضك، هالو ورلد 100 هالو ورلد. لو عملنا ران هتلاقي مطلع لك 100 هالو ورلد، بس دلوقتي المية دي بالنسبة له تكست كلام. يعني هنا لو انا قلت له لو عايز اعمل عمليات على المية دي، فما ينفعش اعمل عمليات حسابية على المية دي، لان المية حاليا تكست كلام حروف. طب هو بيفهمها ازاي حروف او ما بيفهمش حروف؟ اول حاجة انت عندك المية دي محطوطة ما بين سنجل كوتيشن، معناها ان اللي ما بين سنجل كوتيشن معناها ان الحاجات دي كلها حروف. طيب هو فهم ازاي ان المية دي حرف؟ في حاجة اسمها اسكي تيبل، مرتب الحروف بتاعت او مرتب الزراير بتاعت الكيبورد كلها عنده ترتيب اولي، مثلا ترتيب رقمي، مثلا لو عندك المية او عندك مثلا الواحد، فالواحد ليه مقابل رقم، يعني رقم مقابل ليه. عندك اتنين برضو الاتنين ليها رقم مقابل، عندك الاف، الاف ليه حرف ليه رقم مقابل، ده كله في الاسكي تيبل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكومبايلر او الجهاز اللي انا شغال عليه ما بيفهمش الا لغه الزيروز 1 فقط، يعني زيروز 1 يعني بيقرا بياخد الكلام ده كله كده وبيحوله لزيروز 1 عشان يقدر يفهمه كده. فانكشن برنت خلصت او برنت خلصت، اقدر اطبع حاجه على الشاشه، اقدر اطلع او اي اوتبوت على الشاشه كده. الفيديو خلص، واتمنى ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.